إلى شأن آخر، حيث يعد القطاع السياحي في معظم دول العالم من أهم القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها في المساهمة بتطوير وبناء اقتصاد وطني متعدد المصادر. لذلك حرصت الهيئة العامة للشباب على احتضان ملتقى رحالة الكويت الأول، والذي انطلقت فعالياته بالأمس، حاملا معه وصايا المشاركين في الملتقى بضرورة دعم المبادرات الشبابية الرامية إلى تنشيط القطاع السياحي في البلاد بما يسهم في خلق مصدر دخل إضافي للدولة. المزيد في هذا التقرير. باتت السياحة قضية اقتصادية وتنموية مستقبلية تفرض نفسها كعامل أساسي لتحقيق رؤية الكويت الجديدة. وحرصا من الهيئة العامة للشباب على دعم المبادرات الشبابية بأنواعها، فإنها تدعم اليوم ملتقى رحالة الكويت الأول لمجموعة شبابية متخصصة في الترحال والاستكشاف لتشجيع الشباب في العمل بالسياحة المحلية. وهذه المساحة التفاعلية لرحالة الكويت ومشاركة الشباب بأفكارهم وإبداعاتهم، مشاركتهم بالقطاع السياحي. اليوم بلا شك هناك قادة من الرحالة الكويتيين وإسهاماتهم في نشر السياحة والتعريف في وجهات السفر، والتعريف أيضا في الاهتمامات والثقافات المتنوعة. وحرصوا الشباب اليوم في هذه المبادرة منهم بتقديم هذه المساحة للعمل سويا ما بين رحالة شباب الكويت في النهوض بالقطاع السياحي في الكويت. ورشات عمل ناقشت العديد من الأفكار فيما يخص الشراكة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص لتشجيع السياحة المحلية لتحقيق قاعدة سياحية جاذبة للكويت لتصبح السياحة رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني. الجانب السياحي هو منظومة اقتصادية لأي دولة، يعني عندما يتحرك قطار السياحة يتحرك مع 75 قطاع اقتصادي مرادف للسياحة. لذلك الشباب صار في نوعين: الشاب المستثمر اللي قام يفكر ان انا شلون استقطب الناس واعمل مشروع، وفي الشاب المسافر واللي يجيب افكار من الخارج ويوزع او يعني ينقلها الى بلده. كل هذا يبني مجتمعات حديثة. فهذا هو أول ملتقى للرحال الكويتيين في الكويت. نتكلم عن أكثر من 200 رحال جابوا العالم في كل قاراته ليصقلوا مواهبهم اليوم في الكويت، وبإذن الله الشباب ذولي قادرين على إحياء السياحة في الكويت، على دعم القطاع السياحي في الكويت بإذن الله بخبراتهم وبتعاونهم بإذن واحد أحد. ملتقى رحالة الكويت الأول هو مبادرة شبابية طموحة تمكن الشباب من بناء قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في المجال السياحي. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت. إذن كما تابعنا في التقرير، فقد شدد المشاركون في ملتقى رحالة الكويت الأول على ضرورة الاستفادة من الدور الذي تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لهذا القطاع المهم والتعريف بالتراث الكويتي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ فهد الشمري، عضو اللجنة التنسيقية للملتقى. أستاذ فهد، صبحك الله بالخير وحياك الله ويانا. أهلا وسهلا. يا أهلا أستاذ فهد. بداية خلنا نعرف الأستاذ المشاهدين، الرحالة، من هم الرحالة؟ أول شيء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صبح عليك بخير أبو سعود وعلى الإخوان خلف الكواليس والإخوان اللي في الكنترول، ويعطيكم العافية، وصباح الخير لبرنامج معالم هذا الصباح. عالم هذا الصباح. عالم هذا الصباح، والساعة مباركة. الرحالة يعني كلمة ممكن تكون شوي مطاطية أو مفهوم واسع جدا، ممكن نختصره يعني من مفهوم نفسه. كلمة الرحالة باللغة العربية اللي هو شخص كثير الترحال وكثير السفر. نعم. فمن يكثر الرحلات أو السفر يسمى رحال. وأيضا يعني في معنى آخر لكلمة الرحالة اللي هو يكتشف أماكن مجهولة، يسافر بطريقة غير نمطية، يعني يذهب إلى أماكن نائية جدا، يكتشف هذه الأماكن، يعيش حياتهم، فأيضا هذا يسمونه يعني يسمونه رحال. ممكن أيضا اللي يسافر بطريقة غير تقليدية، يسافر ممكن مشي على الأقدام ليكتشف العالم الآخر، ممكن يسافر بالدراجة الهوائية بالقارب مثل ما احنا نقول، وهذه يعني في رحالة كويتيين، يعني أنا ما أتكلم عن عن ثقافات أخرى، أتكلم عن رحالة كويتيين، وعندنا ناس جدا مشهورين. أيضا في ناس يسافرون بالدراجة الهوائية بالسيكل، ويعني وصلوا إلى ممكن حتى أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية.
عن طريق، فهذا ممكن نسميه رحال اللي هو يسافر بطريقة غير نمطية ويصل إلى أماكن ما يصلها السائح العادي. السائح العادي يعني ممكن برنامج تذكرة وفندق وأماكن معينة خلاص انتهى، فهذا يعني مفهومه يختلف تماما. اسم رحالة الكويت، الفكرة منين جت؟ احنا حقيقة هي الفكرة صار لها يعني تجمع شباب قديم جدا، لكن هي جهود مبعثرة ومحاولات فردية على استحياء. فإحنا كمجموعة من الشباب قلنا ليش ما نجمع، يعني نجمع هذه الجهود ونسعى إلى تكوين كيان أو إقامة فعالية لنا تبرز دورنا في المجتمع الكويتي وحتى جهدنا في الخارج. دوركم كمتطوعين؟ كمتطوعين نعم، إحنا يعني شباب متطوع وما في لنا مظلة رسمية. فحقيقة يعني أول ما لجأنا بعد الله سبحانه وتعالى إلى الشيخ أمثال أحمد الجابر الصباح، يعني وصب عليها بالخير من هالمنبر هذا، لأنها هي كانت رئيس وما زالت طبعا رئيس مركز الكويت العمل التطوعي، وكذلك هي رئيس اللجنة العليا مهرجان هلا فبراير. إحنا كان عندنا نية نسوي فعالية من ضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير، وطرحنا عليها الفكرة، والفكرة عبارة عن كانت هي استقطاب مجموعة من مشاهير التواصل الاجتماعي في دول الخليج المهتمين بالسياحة والسفر، وكانت النية نستضيفهم هنا في الكويت في ضمن مهرجان هلا فبراير ونسوي لهم برنامج سياحي مركز جدا لتغطية أغلب المعالم السياحية في الكويت. جميل. زين ولا هذا راح يقودنا إلى شيء أو أشياء، أن متابعين هؤلاء المشاهير وهم مؤثرين جدا، يعني يكون لهم يعني تعرف أو تسويق للسياحة في الكويت. صحيح. من خلال هؤلاء المختصين في السياحة والسفر. فكانت هذه حقيقة اسمها الفكرة، لكن الشيخ أمثال اقترحت علينا الاقتراح آخر جدا، قالت أنتم سووا شيء خاص أول شيء في رحالة الكويت وبعدين انطلقوا يعني إلى خارج. يعني نبدأ من الكويت وننطلق للانطلاق. طيب الرحالة اللي كانوا موجودين في هذا الملتقى، شلون تم استعراض تجاربهم؟ أوكي. إحنا يعني غالب الرحالة في يعني في تواصل بيننا إحنا، يعني الغالب تعرف كل شريحة الإعلامي يعرف مهتمين. نعم. الإعلامي يعرف الإعلاميين، وإحنا كرحالة وسفر نعلم يعرف غالب الرحالة في الكويت، يعني نحاول. نعم. نوصلهم، فإحنا نعرف كل واحد شنو اهتماماته واختصاصه. يعني عندنا رحالة مختصين بالسفر بالدراجة الهوائية، مجموعة كبيرة من الكويت. نعم. كذلك في ناس بالدراجة الهوائية وبالقاري، في ناس تخصص في مغامرين، في مغامرين. فإحنا أصلا في بيننا يعني تواصل لكن غير منظم، عرفت علي ولا لا؟ هي جهود مبعثرة أو جهود فردية تطوعية، شخص يتحمل من جيبه الخاص ويسافر إلى يعني منطقة بعيدة من جيبه الخاص، سواء كان على سيارته ولا على القاري أو حتى لو كان بالطيارة. فإحنا عرض تجاربهم، تم عرض تجاربهم، احنا اخترنا تجارب. يعني احنا كان المدعوين ما شاء الله وصلوا تقريبا 350 شخص مهتمين بالسياحة والسفر، لكن احنا اخترنا بعض العينات من نوعيات معينة من السفر. يعني من خلال خروجكم من هذا الملتقى لابد أنكم توصلتوا إلى توصيات مهمة تخدم هذا الجانب، أهم هذه التوصيات؟ والله احنا أهم توصية صراحة وهي حلم طبعا يطمح له مو بس المهتم بالسياحة والسفر، يهتم له كل واحد يعيش في هذا الوطن، إنشاء هيئة عامة للسياحة. يعني لما تنشأ هيئة عامة للسياحة تكون عندها هي يعني منطلقة اليد في، تكون عندها قوانينها وتشريعاتها اللي تدعم تنشيط السياحة في الكويت. فأحكام يعني يمكن من يعني أهم نقطة احنا نتمنى يعني نطلع فيها ان الدولة تتوجه بإنشاء الهيئة العامة للسياحة، وما تكون قطاع يعني حاليا ما هي موجود حاليا قطاع في وزارة الإعلام، إنما تكون هي هيئة حكومية مستقلة. فتعرف لما تكون هيئة حكومية مستقلة تكون عندها برامج وأنشطة ومشاريع على وعلى ذلك ميزانية اللي من خلال تنفذ خططها وبرامجها. يعني كان هذا ممكن من أهم التوصيات. في توصيات ثانية يعني أيضا إحنا كنا يعني نتمنى من السفارات الكويتية في الخارج تقدم التسهيلات والدعم حق الشباب الكويتي الرحالة الكويتي أيضا، وتذللهم العقوبات عفوا تذللهم الصعوبات اللي ممكن
تحصل برا. نتمنى أيضا إنشاء جمعية أو رابطة أو أي كيان بأي شكل كان يجتمع فيه تحت مظلة كل الشباب المهتم بالسياحة والسفر. في توصيات صراحة كثيرة نتمنى أنها ترى النور قريبا بإذن الله تعالى. تذكرت الهيئة العامة للسياحة والسفر، شلون راح يتمكن قطاع السياحة من استغلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ احنا ذكرنا قبل شوي ان ممكن هذه الفكرة اللي طرحت على الشيخ امثال، ولكن يعني بالضبط صار في تغيير انها تبدون من الكويت وتنطلقون ان شاء الله الى الاستفادة ايضا من المبادرات الشبابية في المجال السياحي. حقيقة اللي موجود حاليا كله مبادرات شبابية للأسف، يعني للأسف يعني اللي نشط السياحة سواء في الكويت أو في الخارج هي مبادرات شبابية أو نقول مبادرات فردية. إحنا كثير من يعني مشاهير السياحة والسفر في الكويت ومؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي قاعد يدعونهم هيئات تنشيط السياحة والسفر في خارج الكويت. يعني تخيل أنت عندك طاقة كويتية موجودة زين ولا، وعندها كثير من المتابعين قاعد أقدر أستغل هذا الأمر لصالح السياحة. يعني سياحة الكويت هو قاعد يستثمر خارج الكويت، فهو الأولى إنه يعني يخدم بلده، لكن إحنا لحد الآن ما وجدنا الجهة اللي تستوعب طاقة هالشباب أو تحتوينا. نعم. وإحنا راح نقدم إن شاء الله شيء اللي يعني راح يرضي الجميع بإذن الله تعالى إن شاء الله. إذن الأستاذ فهد الشمري عضو لجنة التنسيقية لملتقى رحالة الكويت الأول، شكرا جزيلا لك. شاكر ونزل الله التوفيق لك. جزاكم الله خير بسعود، وأنا سعيد باللقاء وشكرا على الاستضافة. الله يعطيكم العافية، فرصة سعيدة. شكرا. إذن